السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة تأسيس من تعقيد، وده الفيديو الأول بإذن الله تعالى في كورس الجرامر المجاني. إحنا قلنا أنا من النوع اللي ما بحبش في الصيف أريح نفسي، فعملنا كورس المحادثة، ما تنساش تدور عليها، تلاقي الفيديو اللي قبل ده على طول المجاني، وده كمان أول فيديو من كورس الجرامر المجاني كما يتعلمه الغرب، أو زي ما الناس بتاعت اللغة بيدرسوا. Grammar and Writing Handbook. تعال نشوف أول حاجة عندنا في الكورس ده بيتكلم عن إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، بيتكلم عن Sentences يعني الجمل. Grammar Sentences Rule 1 Sentence. A sentence is a group of words. طبعا هنبدأ نتكلم إنجلش وبعد كده هنخلص الإنجليش واحدة واحدة. A sentence is a group of words. الجملة هي مجموعة من الكلمات، حط كلمة جنب كلمة جنب كلمة تبقى جملة. A sentence tells a complete thought. الجملة بتخبر عن اعتقاد أو فكرة كاملة. يعني ما ينفعش أقول محمد يكون وأسكت. لا، لازم تكون جملة كاملة. محمد ماله؟ زي the children play at the park. The children play at the park. يعني الأطفال بيلعبوا في الحديقة. أنا كده خدت جملة كاملة، أنا خدت منك جملة كاملة. طيب نمبر 3 بيقول لي every sentence begins with a capital letter. معروف طبعا أي جملة ببدأها بحرف كابيتال، زي ما أنت شايف كده لما أكتب أول سطر بكتب الحرف كابيتال. طيب a statement is a sentence that tells something. يعني إيه؟ يعني الجملة اللي ليها هدف بتخبرني بحاجة، تخبر عن شيء ما، زي the man has a book. الرجل عنده كتاب. دي جمله كامله، تمام؟ ما ينفعش اقول ما ينفعش اقول ذا مان هاز واسكت. هاز ايه؟ ما ينفعش. طيب بعد كده a question السؤال is a sentence that asks something. يعني السؤال بجمله، هي جمله بتسالني عن ايه؟ بتسال عن حاجه معينه. يبقى الجمله عباره عن مجموعه من الكلمات، الجمله اللي بتعبر عن تخبر عن حاجه كامله، الجملة بتبتدي بحرف كابيتال، الجملة بتخبر عن حاجة لها هدف، الجملة أو السؤال نوع من أنواع الجمل لكن بينتهي بإيه؟ كوشن مارك. هو إز هي، من يكون ذلك؟ دي كده جملة. طيب an exclamation علامة التعجب is a sentence that shows strong feeling. علامة التعجب بنحطها في العربي إمتى؟ لما أكون بتعجب من حاجة. هو بيقول لي نفس الحكاية، that shows a strong feeling، بتبين لي شعور قوي. What a good story، انها قصه ايه؟ جميله. What a good story، انا متعجب. انا احط اكسكليميشن ايه؟ مار. دي اول رولز عندي فين؟ في البراكتس، لازم اذاكرها كويس جدا جدا واحفظ الحاجات دي. تاني، a sentence is a group of words. A sentence tells a complete thought. The children play at the park. Every sentence begins with a capital letter. A statement is a sentence that tells something like the man has a book. A question is a sentence that asks something like who is he? He is my father. He is my brother. He is my uncle. An exclamation is a sentence that shows a strong feeling like for example, what a good story. Okay, practice. هنمارس. Really write the correct end mark for each sentence. هو حلل لي شويه. I love my pet. حط full stop طبعا. We use the full stop at the end of the word. Number two, Will is a cat. Will is a cat. Will دي قطه. دي ايه؟ دي جمله خبريه ولا سؤال ولا تعجب؟ طبعا دي جمله خبريه، حط full stop. Where is Will? فين Will القطة؟ تبقى ده question mark. He rests on the bed. طبعا دي برضو جملة خبرية في الستوب. Will is the best cat of all. Will is the best cat of all. بتقول لي القطة دي هي أفضل قطة عندنا احنا الكل، يبقى أحط هنا إيه؟ أحط exclamation mark. خلاص؟ طيب نكمل. بيقول لي grammar nouns. Number two, nouns. الأسماء. قولي nouns and proper nouns. يعني الأسماء والأسماء الإيه؟ العلم. تمام؟ بيقول لي a noun names like a person, place,
or thing. أنا والنيمز like person, girl, boy, محمد, أحمد. Place like zoo, like park, like school, like garden. Or thing like hat, like pen, like book. يعني بقول لي الاسم هو ما دل على اسم إنسان أو نبات أو نبات عفوا اسم إنسان أو مكان أو شيء. Nouns for special names begin with a capital letter. يعني إيه الجملة دي؟ بقول لي الأسماء المميزة تبتدي بحرف capital. زي إيه مثلا؟ زي مثلا حديقة الحيوان the animal zoo. مثلا زي أهرامات الجيزة pyramids. تمام؟ زي أبو الهول sphinx. الحاجات دي كلها حاجات مشهورة أو أماكن مشهورة. People and pets have a special name. بيقول لي الناس والحيوانات الأليفة لديها أسماء مميزة زي كلمة كيت لي ده اسم مميز. ريك ويلز اسم قطة. سبوت. طيب the name of each day begins with a capital letter. بيقول لي كل اسم أيام الأسبوع بتبتدي بحرف إيه؟ تبتدي بحرف capital. Like Tuesday هعمل T capital. Friday capital. Sunday capital letter. ده بنكتويشن. بعد كده بقول لي the name of each month begins with a capital letter. يعني ايه؟ يعني كل شهور بتبتدي بحرف capital. Like January, like May, like August. Okay. تاني. A noun's names a person like girl, a place like zoo, things like hat. Nouns of four special names begins with a capital letter. People and pets have a special names like Kathy, Rick, Wills, Spot. The man of the name of each day begins with a capital letter, like Tuesday, Friday, Sunday. The name of each month begins with capital letter, like January, May, August. Practice. مارس بقى. تذكرت؟ مارس. Draw a circle around each noun. حط دايرة حوالين أي اسم قبلك. This is my school. School طبعا دي إيه؟ دي اسم. Sam is my ball. يعني ايه؟ Sam اسم ولد وball اسم كمان. The best month. Month اسم شهر. Is June. وجوني June اسم شهر. The week begins on Sunday. الأسبوع بيبدأ يوم السبت لحد. Week اسم وSunday اسم. The game is fun. Game اسم. Fun اسم؟ لأ. Fun دي ايه؟ دي adjective صفة. تمام؟ بعد كده بقول لي grammar nouns rule number two plural nouns الأسماء الجمع add is to some nouns to make them name more than one. طبعا دي كلها معروفة والطفل في كيجي وانا عارفها. نحط اس للفعل للاسم عشان نخليه جمع. Like spider plus s spiders. Web plus s webs. Add es to noun that end with ss sh ch S and X to make them plural. بنضيف ES للجمع اللي آخره SS أو CH أو SH أو S أو X. Like pinch بقول pinches. Box boxes. Glass حط ES glasses. Wish wishes. Some nouns that name more than one do not end is or ES. بقول لي بعض الأسماء الجمع ما بتنتهيش لا بS ولا بES ودي بنسميها irregular plural جمع غير منتظم. Like foot feet child children mouse mice tooth teeth man men goose geese. Foot قدم feet أقدام child طفل children أطفال mouse فأر mice فئران tooth سنة teeth أسنان man رجل men رجال goose وزة geese يعني وز جمع. Practice write the plural from or each other. يعني ايه؟ بقول لي اكتب حط الجمع بتاع مين؟ بتاع الكلمة دي. Mask هضيف اس طبعا. Masks لان هنا مفيش اي اس مفيش اس ولا دبل اس ولا ده جمع شاذ. Class طبعا بينتهي باس اس لازم نحط اي اس ودايما خليك عارف هما بيحطوا الاي اس عشان تخدم الجمع تخدم النطق. يعني ايه؟ يعني كلمة class لو حطيت اس على طول اقول class مش حاجة اسمها class فهم بيخدموا النطق فبيحطوا اس عشان اقول كلاسس كلاسس. تمام. دش ما ينفعش اقول دشس دش دش لا دشز. بس بينتهي باس برضه احط اس باسز. وومن ده جمع شاذ طبعا بيقول ويمن. انت خد الكلمات دي وحطها لابنك في التدريبات عنده حلها لوحده. تمام. الحصه الجايه ان شاء الله هناخد فيرب الافعال ونعرف الافعال عباره عن ايه.
وبتيجي ازاي، وحط اس امتى، بحط اي دي امتى، احط اي ان جي امتى. لو مهتمين بالسلسله دي انت تتعلق وتقول لي رايك ايه، ولو محتاجين نعدل او في تظبيطات عرفوني عشان نكمل في السلسله دي في الصيف. هتفرق مع الاولاد جدا جدا جدا، هيحبوها جدا جدا جدا. ما تنسوش يا جماعه لايك عشان نكمل، وتعليق تحفيزي عشان نكمل. انا عندي طاقه كبيره جدا جدا، لكن لما الاقي الفيديو مفيش فيه شير ولا فيه لايك ولا فيه تعليقات، انا بيحصل لي احباط وبقف عند هذا الحد. ما تنسوش تنزل تحت في صندوق الوصف تشوف لايك، تشوف رابط صفحتي ورابط الجروب بتاعنا ولايك التليجرام عشان تنضم لينا، لان في بوستز هناك مكتوبه وتدريبات زي كده بتنزل مش هتلاقيها على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.